ايها من الاول غير مزاج. كل شغلة بدك تعمل مشكلة. علاقة سلوم حداد وكارمن لبوس إلى العلن، تسري فيديو رومانسي يجمعهما والجمهور ما أحليكن. كارمن لبوس وسلوم حداد معاً، علاقة رومانسية تجمعهما وفيديو مسرب يتصدر. انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه كل من الممثلة اللبنانية كارمن لبوس والممثل السوري سلوم حداد وهما في جلسة رومانسية لافتة. وفي التفاصيل، نشرت كارمن لبوس على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد جمعها بسلوم حداد في كواليس تصوير أحد مشاهد في مسلسل خريف عمر، والذي يشاركان في بطولته خلال الموسم الرمضاني الجاري. وظهرت كارمن لبوس بشخصية ليلى في الفيديو إلى جانب سلوم حداد بشخصية عمر، وهما يتسامران في أحد المطاعم وسط أجواء رومانسية، حيث غنيا معا أمل حياتي للرحيلة أم كلثوم. أكيد بتعرفي الست شو بدي. شو؟ وانت معايا يصعب علي رمشتك. وعلق المتابعون على الفيديو مثنيين على العلاقة التي تجمعهما ومشيرين إلى أنهما يلقان ببعضهما. وجاء في بعض التعليقات ما أحليكن عمر وليلى، وجاء في تعليق آخر ما أحليكن، وقال متابع ثالث جمالكو فخامة وقمة وأبداع ومشهد طبيعي كتير حلو ورومانسي بحبك كارمن. يذكر أن علاقة حب تجمع بين شخصيتهما في المسلسل الذي يلقى رواجاً واسعاً بين الجمهور. جدير بالذكر أيضاً أن خريف عمر هو العمل الأول الذي يجمع كارمن لبوس وسلوم حداد، كما يشاركهما فيه مجموعة من أبرز النجوم اللبنانيين والسوريين. وتدور أحداث المسلسل حول محامي متقاعد يلعب دوره سلوم حداد، تتعرض ابنته للمعاملة السيئة من قبل زوجها وهما مقيمان في دولة أخرى، ثم يحاول جاهدا حمايتها بالطرق القانونية، لكن تقف أمامه العديد من العقبات فيضطر لاستخدام أساليب أخرى. ذكرتك بغنية وحدة ومرة وحدة من بعدها. ويبدأ سلوم حداد رحلته الطويلة مع جردة حساب دقيقة لكل مراحل حياته السابقة، منتهزاً فرصة ما يعانيه من ظروف صحية متردية. هكذا ينتبه أخيراً لأن العمر الذي أفناه تحت أقواس المحاكم لم يجد نفعاً في كثير من الأماكن، ولم يؤتي جهوده القانونية أكلها دائماً رغم ثقته بالحقائق، لكنه لم يتمكن من تظهيرها، لذا لن يكون أمامه سوى تطبيق شريعة حمورابي وقانون الغاب لتقويم الأشياء كما يجب بعدما تقاعد من المحاماة.